بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التسجيل بإذن الله سنتكلم عن الحجم وكيفية قراءة حجوم السوائل وكيفية القياس. إذن فمع هذه المحاكاة وسنعلق عليها. إذن أخذنا مخبار مدرج أو وعاء زجاجي شفاف مدرج، و نضع به كمية من سائل وليكن الماء على سبيل المثال. إذن نضع كمية من الماء، ثم نلاحظ كيف تكون القراءة بشكل صحيح. إذن نفرغ كمية إلى أن نصل على سبيل المثال إلى التدريجة 30 بالتقريب، نعم إلى 30. إذن الوعاء مدرج بالمليلتر، فمعناه القراءة إذا كانت صحيحة فهي 30 مليلتر. الآن لنرى الوضعيات التي نكون أمامها في القراءة. إذا كان مستوى النظر أعلى من مستوى السائل فتكون القراءة خاطئة بالزيادة. إذا كان مستوى النظر أدنى من مستوى الماء ستكون القراءة خاطئة وبالنقصان. إذن لكي تكون القراءة صحيحة كما تلاحظ هنا، يجب أن يكون نظرك متطابقا، مستواه متطابقا مع مستوى سطح السائل. إذن سنأخذ أمثلة أخرى للقراءة. إذن لدينا هذا الوعاء يحتوي على سائل ملون باللون الأخضر. كيف نقرأ القيمة التي هي عند تدريجة غير مرقمة؟ هنا أن تأخذ التدريجتين المرقمتين أو رقمين متتاليين، تجد مثلا 60 80 100. إذن بين كل رقم والرقم الذي يليه فارق قدره 20 وحدة، الوحدة هي المليلتر، 20 مليلتر. عدد التدريجات بين الرقمين هو 10، معناه نقسم 20، عذرا قلت نقسم 20 على 10 نجد قيمة التدريجة الواحدة هي 2، بمعنى كل تدريجة هي 2 مليلتر. 60 62 64 66 68 التدريجة الخامسة، إذن 72 74 76، فهنا القراءة هي 76 كما لاحظ، وكتبنا القيمة 76 ثم نؤكدها إن كانت صحيحة أو خاطئة. نفس الطريقة سنستعملها مع الوعاء الثاني الملون بالسائل الملون باللون الأحمر. هنا ننتبه أن رقمين متتاليين القيمة الفرق بينهما هو 50، لاحظ 50 100 150 150 200، إذن الفرق بين كل رقمين متتاليين هو 50 وحدة، 50 مليلتر. لكن عدد التدريجات دائما هو 10 تدريجات بين الرقمين، بمعنى 50 تقسيم 10 يساوي 5. إذن وجدنا قيمة التدريجة الواحدة تساوي 5 مليلتر. إذن 100 105 110 115 120 125 130 135 140 150 وهكذا. إذن التدريجة الآن السائل أين يقف؟ يتجاوز التدريجة الأولى فوق 50 يصل إلى التدريجة الثانية، معناه 150 155 160. إذن سنكتب 160 ونتأكد إن كانت القراءة صحيحة أم لا. ثم نمر إلى القراءة الثالثة في هذا المصة أو في هذه القطارة، ونلاحظ هنا واحد الأرقام طبيعية، 1 2 3 4 5 6 وهكذا، ولكن بأن كل رقمين 10 تدريجات، معناه هنا سنقرأ بالوحدة وبأجزائها. مثلا هنا 1 هنا 2 هنا 3 3.5 3.6 3.9 4 4.1 وهكذا. نلاحظ أين يقف السائل، يتجاوز التدريجة 6 بمقدار تدريجتين، بمعنى هي 6.2 على ما نعتقد. ثم لاحظ هذه السوائل الثلاثة تختلف عن السائل الرابع، هذه سوائل مستوية، هنا هذا السائل هو مقعر. يعني كيف تكون القراءة؟ تكون عند المستوى الأدنى وليس على الحواف، يعني نقرأ التدريجة عند المستوى الأدنى. إذن سنتابع ونعلق. إذن مثل ما ذكرنا، قلنا في الوعاء الثاني في المخبار الثاني للسائل الملون باللون الأحمر، قلنا هي القراءة 160، سنكتب 160 ونتأكد إن كانت هذه القراءة صحيحة أم لا. 160 قلنا، ثم نمر إلى السائل الموجود، نعم 160
نتأكد من القراءتين إن كانت صحيحتين أو لا. 76 نعم صحيحة و 160 صحيحة. نمر إلى القراءة الثالثة مثل ما شرحنا، ستكون 6.2 يعني 6 وحدات وجزئين. الوعاء مدرج بالمليلتر، إذن 6.2 مليلتر. نمر إلى الوعاء الرابع، نعم قراءة صحيحة، الوعاء الرابع أو السحاحة الرابعة. هنا إذا قرأنا من الأسفل إلى الأعلى ستكون القراءة خاطئة، مثلا تقرأ 9.8 وتصعد إلى 8.. هنا القراءة غير صحيحة، سنجرب وتجدها خاطئة. نعم سنكتب القيمة التي قرأناها من الأسفل، سنكتب مثلا 2 أو 1 فاصل، لأن نعم 2.6 القراءة خاطئة. نعم أو حتى لو كتبنا 1.6 خاطئة. إذن سنقرأ من الأعلى، من الأعلى إلى الأسفل، 0.1.2.3 إلى هكذا 1.2.3.4.5.6.7. السائل تجاوز هذا المقدار 7.1.2.3.4 7.4. إذن القراءة صحيح. إذن هذا بالنسبة لكيفية القراءة على الأواني المدرجة. الآن سنمر إلى إيجاد أو قياس حجم جسم صلب. حجم جسم صلب، وهنا ينبغي أن ننتبه نفرق بين الحجم والكتلة. أحضرنا هذا المعيار النحاسي على ما يبدو، مكتوب فيه الكتلة 100 غرام. لاحظ سنضعه في المخبار المدرج بطريقة غير صحيحة، لا يمكن أن تدخل يدك إلى قاع المخبار، هذا غير معقول. إذن الكيفية خاطئة، فينبغي أن يوضع الجسم في المخبار المدرج بطريقة صحيحة، لا تجعل السائل يتطاير ولا تجعل المخبار ينكسر. لاحظ نزلقه برفق على الوعاء مع إمكانية إمالة الأنبوب، لا يتدفق السائل ولا ينكسر. إذن لاحظنا قبل ذلك، نعود قليلا إلى الوراء. أولا نقرأ سوية السائل أين هو. السائل موجود عند 80 قبل وضع الجسم، يعني حجم السائل هو 80 مليلتر. لما وضعنا الجسم ارتفعت القراءة إلى 92. نعم إذن الآن 92 هي حجم الجسمين معا، الماء والسائل، فينبغي أن نقوم بالطرح. إذن حجم الجسمين ناقص حجم السائل، يعني 92 ناقص 80 تكون القراءة 12. يعني جربنا كتبنا 14 خاطئة. 92 ناقص 80 قلنا لماذا؟ لأن صارت القراءة الجديدة هي 92، القراءة السابقة كانت 80. 92 ناقص 80 يساوي 12. إذن فحجم هذا الجسم الذي كتلته 100 غرام حجمه هو 12 سنتيمتر مكعب. إذن هذا بالنسبة للمقارنة أو بين الحجم والكتلة والتمييز بينهما. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية ما اقترحناه عليكم. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. وإلى الملتقى مع تطبيقات أخرى في تسجيلات أخرى بإذن الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.